السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس متوفر أيضا مشروح بالفرنسية معكم توفيق بالعياشي. كونديد غندوزو للشابيتر 3، يكون عندنا جوج د النقاط لو ريزومي بويس ان بوان داناليز. نبداو نوتخ ريزومي دكور. دونك إذا أول نقطة، لا غير إي ديكريت كوم ان بو سبيكتاكل دون لوكيل ميم لي كانون بارتيسيب ا لارموني. لارموني حيدو هاد الآل عافاكم دكور. دونك لارموني هي التناسق الموسيقي، الانسجام الموسيقي. فاذا شي حاجه الا كانت زوينه في السماع كنقولوا الي طارمونيوز. حتى لي كانون اللي هما المدافع حتى هما بالاضافه للالات الموسيقيه اللي كتكون في الحرب، طبال و جميع هذوك الالات الاخرين. دونك فهنا هادو كاملين كيعطونا واحد اللذه موسيقيه. اذا بحال شي سان دو تياتر، بحال ان سبيكتاكل. لو تياتر الجماليه كتجي من داكشي اللي كتشوف، كيكون زوين كيعرضوه عليك بواحد الطريقه زوينه، وثانيا من داكشي اللي كتسمع، وخصوصا من الموسيقى اللي كتاكومباني هذاك الشيء. ولكن اللي غندوزو للضحايا غنلقاو 30000 ام، غيقول لنا بالتقريب 30000 واحد تقتلات. داكوغ. دونك فبالتالي ملي كندوزو لهادي كنلمسو مدى السخريه ديال هاد لابارتي، زوينه ومقاده وكذا، وغتقوم بالحرب. فهنا الكاتب كيدير واحد التقنيه، لو ناراتور كيتكلم بحال متفق مع داكشي اللي كيقولوا هادوك الشخصيات ديالو، ولكن هو راه ما كيمكنش الراي ديالهم الا باش يبين السخافه ديالو، يبين داكوغ انه ماشي هو داك. مثلا هادو اللي غيتقتلوا في الحرب غيقول لهم دي كوكا، كوكا معياره كي انفيستي لا تيغ، اللي مخنزين الارض، معمرين الارض بالنتن. اذا ملي كنجي حنا وكنلقاو بانه كيقول لنا بانه راه غيفكوا الارض من هاد الخنز ديال هاد الناس كاملين، كنحسوا بحال راه هذا راه الراي ديال كل وحده من هذوك لي زارمي، من هذوك الجيوش. كل جيش كيقول راه الاخر راه هما السباب ديال كذا وديال كذا وديال كذا، وكيقتلوهم لانهم من غير قتلوهم العالم غيكون افضل وغيكون حسن. دونك فبالتالي هنا بحال كيشد الراي ديالهم، ولكن هو راه كيشد الراي ديالهم غير باش يبين بان هذاك الراي راه راي سخيف بوغ ايرونيزي. غتشوفوا معايا عفاكم هنا، شوف هادشي اللي بالاحمر هو السبيكتاكل كيداير. اذا قال لك غيانا تسيبو، ما كايناش شي حاجه اللي اجمل، لست الخفة بغيون لامع جميل دكوغ بيان اوردوني منظم كو لي دو زارمي. اذا ما كاينش مجمل وما اخف وما هو منظم وما هو من هاد لي دو زارمي. ثم غيهضر لينا على الصوت لي ترومبيت لي فيفر لي اوبوا اي لي طومبور، هادو الات موسيقيه. غيزيد عليهم لي كانون اللي هما المدافع كور فورمي اون هارموني. هاد المدافع داكوغ غيدوز ليهم مباشره، يقولك هاد المدافع اللي عاطينا هاد الجماليه، هاد المدافع اللي عاطينا هاد الجماليه الصوتيه كامله والتناسق الموسيقي، هاد المدافع اش غيديروا؟ هاد المدافع غيقتلوا 6000 هوم دو شاك كوتي، يعني قتلوا 12000 واحد، 6000 واحد من كل جهه. كور غيدوز من بعد لي موسكوتير، هي لا موسكوتري، لا موسكوتري اللي كيتحاربوا لي موسكوتير بلي موسكي، اللي كيتحارب كيتسمى موسكوتير. دونك 9000 كوكا كي انفيستي لا سيرفاس، يعني لا سيرفاس دو لا تير. لي بايونيت، لي بايونيت كان بحال السكين كيركبوه في القدام ديال البندقيه. فانت كتكون تيري بالبندقيه، ولكن لا لتيريتي وحيدات لك الرصاصه كتستعمل هذيك البندقيه ديالك بحال السيف. علاش؟ لان القدام ديالها ملصقين فيه ان بايونيت، ملصقين فيها ما يشبه السكين. دونك في لا اوسي لا ريزون سوفيزونت دو لا مور دو كلك ميليي دوم، قال بايونيت تم قتلو الالف. لو تو العدد الاجمالي ديال اللي تقتلو هو 30000 أم. إذن
هادشي كامل اللي قال لنا في الاول زين فيه جمل فيه الحرب. فالجو بدا يهضر على اش سبات الحرب ماكوغ بان لنا البشاعه. الكاتب اختار يحافظ على الحياد. سي ان ديسكور برسك سوبجيكتيف برسك اوبجيكتيف. مابقاش بدا يقول لنا يدير لنا لابيتي ويقول لنا مساكن وكذا وهذا وهذا. استثناء بعض الحوايج بحال ملي قال لك كوكان وقال لك انفيستي اللي كتعبر على راي معين. ففي الغالب حافظ على لوبجيكتيفيتي بحال درنا دي ستاتيستيك. بدا كيحسب لينا شكون مات هضر عليهم بطريقه بحال ماشي بشر داكوغ ماك. حتى ملي غتبغي توصف الموت ديال البشر ولا اش غتاسف وغتقول هو تعامل غير الحساب شحال ماتن وشحال ماتن وشحال ماتن شحال مات بهذا السلاح شحال مات بهذا السلاح. علاش الى ديزيومانيزي حيد منهم الانسانيه ديالهم بوغ مونطري كو لا غير ا ديزيومانيزي سيزون باش يبين ان الحرب هي اللي ما بقاتش كتعتبرهم بشر ولات كتعتبرهم حساب عد داكوغ ارقام بيا. بغيت غير نجيب لكم هذا الشيء اللي بالاصفر كو قال لك بانه لو تياتر دو لا غير. اذا نسماه لو تياتر دو لا غير. لو تياتر كنقولوا ان جو لعب ياك هذا هو لو تياتر. نقولوا il joue اللي كيمثل في التياتر كنقولوا il joue dans une pièce de théâtre كو لو جو تياترال. دونك اذا هاد اللعب راه لعب نيت داكوغ. غير يصور لنا هاد الحرب بحال راه الا جيتي لها في الحقيقه ديالها غتلقاها راه سيت ان جو و ان سبيكتاكل راه ماشي الحقيقه. اي المسرح راه في التعريف ديالو راه كيحاول يحاكي الحقيقه ولكن راه ماشي الحقيقه راه تمثيل داكوغ. دوك فايدن كنستنجو هاد الحويجات كاملين اللي كيعطيو واحد حكم قيمه على الحرب. هاد الحرب سي ان جو داكوغ. وهاد لو جو البشر فيه كيولوا مجرد ارقام ما كنبقاوش نعتبروهم بشر. كيتقتلوا كيولوا ارقام كوغ. ملي غيجي يقول لنا بان لي دو غوا الملك ديال كل جيش دار انتيدوم. انتيدوم هو واحد النشيد كيديروه النصارى للاحتفال كوغ. دونك فهنا كيحتفلوا شاكان دون سون كون. كل واحد في لو كون ديالو كيحتفل بلا فيكتوار. هذا كيقول انا ربحت والاخر خسر والاخر كيقول انا ربحت والاخر خسر. يعني في الحقيقه مادام بجوج رابحين راه بجوج خاسرين. الا ربح هذا راه هذا اللي خاسر ولا ربح هذا راه هذا اللي خاسر. فاذا مادام جوج كيقولوا راه رابحين ومادام فولتير كيتكلم بزاف بلونتي سونس لونتي فراز بالمعنى المعاكس فكنفهموا بانه راه كلشي خاسر في هذه الحرب داكوغ. اذا اش دار؟ غير يهرب داكوغ. اول حاجه بعدا دارها وملي كانوا هما محاربين داكوغ كونديدا اش دار؟ il se cacha du mieux qu'il put. Le héros قالنا ياك في لو شابيتر 2 البطل لو بروديج المعجزه كذا هذا ملي جات الحرب اش دار؟ il se cacha du mieux qu'il put. تخبى احسن طريقه ممكنه. علاش؟ باش يقول لك الكاتب ملي كنت كنقول لك ايغو وملي كنت كنقول لك بروديج انا كنت كنهضر معاك بلونتي سونس كنهضر معاك بالعكس. راه هو سيتان لاش راه جبان باول ما تحط في الحرب راه تخبى داكوغ. بوندون سيت بوشري ايغويك كا. شوفوا هاد العباره اللي كتحمل ايضا جميع المعاني. لا بوشري هي المجزره وايغويك هي اللي فيها البطوله. وفي الفرنسي ملي كنجمعوا جوج ديال جوج ديال الاضداد كنسموهم انوكسيمور. والاوكسيمور كيكون كتبغي تبين واحد التناقض شديد جدا ولا كتبغي تبين واحد الحاجه اللي سيغيال واحد الحاجه اللي ماشي واقعيه داكوغ. فهاد لابوشخي من كثره القتله ديالها ومن الطريقه باش كدوز هذاك الشيء ما بقاتش شي حاجه ولا شي حاجه بحال خياليه ما بقاتش طبيعيه.
دونك اذا ملي غيهرب لانه غيهرب غيستغل الفرصه وغيسلت كو يفا ديزيرتي لارمي. دونك ملي غيهرب غيمشي دابور لان فيلاج كار غيلقى اون سوندغ تحرق ولا رماد و سي ان فيلاج اباغ. ما عرفتش ربما المقصود اباغ سي ان اناغرام بوتيتر داراب بيان. و كنعرفوا بان بالنسبه للنصارى العرب والاسلام راه نفس الشيء انما راه شيء مختلف داكور. الاسلام اعم من العرب، العرب مسلمين وكاين كاين المسلمين غيرهم. دونك و كنعرفوا بانه في هذيك السنوات اللي كان فيها فولتير والسنوات اللي قبلها كانوا العثمانيين كيمتدوا في اوروبا وفي لافونسي ديالهم الجيش اللي فعلا استطاع يقاومهم بواحد الشكل كبير هو الجيش البلغاري لي بلغار. دونك فبالتالي ربما كيتحدث هنا على الواقع ديال اوروبا وعلى الحروب الدينيه اللي كانت في اوروبا، لانهم كيمشيو العثمانيين كيمشيو باسم الاسلام وملي كيدافعوا لي بلغار كيدافعوا باسم النصرانيه. اذا جوج ديال الديانات في حرب داكور. فلعل هذا هو المقصود لي بلغار اي لي زاباغ في العثمانيين هنا، واخا ماشي عرب ولكن مسلمين ربما كاين شي علاقه في هذا الامر. للاشاره تاويل ديال القصه ماشي اش بغى يقول الكاتب. التاويل كيقولوا علماء الاناليز ديال التحليل كيقول لك ملي كتحلل القصه راك كدير انتاج جديد انطلاقا من القصه، وكاين الانتاج خاص يكون منطقي. هذوك حوايج راه ماشي كلهم بغى يقولهم الكاتب ملي كان يكتب هادشي كامل كنخرجوا في الاناليز. راه ما كيكونش عنده في الراس هو ملي كيكون جالس وسير كيكتب في القصه ديالو، راه كيكتب داكور. دونك او حنا ملي كنجيو كنديروا لو سونس بين قوسين ابو نواس الشاعر العربي قال لك داز ولقى شي جوج مخاصمين، هذا كيقول لي شوف الشاعر راه بغى يقول في هذا البيت، والاخر كيقول ليه الشاعر راه بغى يقول في هذا البيت، هو يجي عندهم هو قال لهم انا راه هو اللي كتبت هذاك البيت وما بغيت نقول لا هادي لا هادي. اذا الفهم اللي كيكون عندنا من النص ماشي بالضروره هو الفهم اللي كان عند الكاتب. دونك ولكن خص يكون منطقي، ما يكونش تخراف ونقول انا سير كنحلل، خص يكون عنده تبريرات من تكست والكونتكست من النص ومن الواقع ديال 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 النص المعيش ديال النص. دونك مانتونو هنا غيتكلم لنا على القتلى لي فيياغ لي فام لي زونفون لي في، غيهضر على الاغتصاب ديالهم قبل ما يتقتلوا. دوك كنظن غادي نسالي انا مع هذا ما قاعدين ندير به. دوك هنا قلنا بان لو سبيكتاكل وبانه العدد ديال القتلى ثم بوندون لا باتاي كانديد سوكاش سوكاشا بحال شفنا ياك تخبى، فهو عكس الصوره اللي تعطاتنا عليه في شابيتر 2 شابيتر 2 باطال وكذا وهذا، وهنا جبان كيتخبى داكوغ. دونك بوندون كو لي روا دي دو زارمي فيتي لا فيكتوار، كل واحد كيدير لو تيدوم كيحتفل بالنصر، كونديد سونفوي هرب. كان من الاحسن نكتب لكم ديزيرت هو العباره اللي كتستعمل في العسكر، في الدارجه كنقولوا كيزرطي ياك سافيان دو ديزيرتي، يزرطي من العسكر ياك يهرب من العسكر. دونك il passa dans un village à bar. وشفنا لو فيلاج ابار يتكلم على il est brûlé par les bulgares يعني حرقوه لي بلغار، ويتكلم على لي فيياغ اللي تقتلوا، على لي فام داكور، وعلى بعض الاطفال اللي باقيين كيرضعوا في الجزل ديال الام اللي تقتل الامهات اللي تقتلوا. هنا تكلم لينا قبل على الضحايا من العسكر، وقال لك دي كوكان كي انفيستي لا تير، مازال هادوك راهو مشى بغى يقتل وتقتل داكور. ولكن هنا كيتكلم على حاجه اخرى، كيتكلم على ان فيلاج، على ناس شارفين، وعلى اطفال، وعلى نساء، وعلى اللي تقتلوا، او البنات راه ما تقتلوا من بعد ما تغتصبوا. دونك presque sans provision quand va يمشي لهولندا. علاش
قالوا لي هولندا سي ان بيي اولا ريبوتي مشهور بانه غش غني وبانه كريم. هو ما وصل لهولندا حتى ما بقاوش عنده تقريبا لي بروفيزيون، دا معاه شويه دي بروفيزيون من لي بروفيزيون ما يتكالو ما يتشرب ياك الذخائر. دونك داو معاه ولكن ما جا فين وصل لهولندا حتى تقاداو ليه تقريبا هذوك لي بروفيزيون. اذا سمع على هولندا هادشي اش مشى دار لوسكيل دوموندا لومون ملي طلب الصدقه مشى عند الناس فين ما طلب شي واحد كيقول لي شوف اللي ما تفرقتش على هذه الخدمه راه نعيطوا لك البوليس. دونك on le menaça de prison s'il continuait de faire ce métier. Il a pris le droit de métier de l'Talba. Attendez, il a écrit comme 6-6, خطأً. 6-7. Donc, il a pris le droit de faire le حبس. Et donc, c'est le pays riche et généreux. Bien. شافوا واحد الراجل ساعة هو كيخطب على الناس على لا شاريتي على الصدقة لومون لا شاريتي كيعنوا الصدقة هو يمشي قال هذا هو اللي غادي جا سولو قال يا ودي عطيني دارني جو خصني من ناكل ويسولو هذاك الاخر قال يا ودي شنو السبب على جيتي حتى بعدا واش السبب مزيان ولا خايب داكوغ اذا نلاحظوا ان هذا الراجل كون بغى يعطيه صدقه واش غيبقى يسولو على جيتي قال يا ودي خصني صدقه يعطيه الصدقه. دابا هذا الراجل بغى يجري عليه ولكن خصو يلقى السبه باش ما يتناقضش مع الهضره ديالو. ساعه هو يهضر على الصدقه اذا خصو يبين بانه هذا الراجل ما يستحقش الصدقه. قال لي انت جيتي بعدا شي حاجه مزيانه ولا خايبه؟ كونديد تكلم على كاع داكشي اللي وقع ليه يعني راه شحال كليت ديال العصا يعني ملي كان يتدرب في العسكر وحضرت القتيله وكذا وهذا ولكن ملي يتكلم على هاد الحويجات تكلم عليهم كريديمون يعني بواحد الطريقه غبيه يعني مازال كيشوف هو راه عايش في احسن العوالم ما شافش بان هاد الحويجات راه هما دي مالور وحويجات خايبين ومازال كيعتقد بان هاد العالم اللي كيعيش فيه راه هو احسن عالم ممكن. داكوغ مازال كيعتقد بان تو سكي لوي تي اريفي ايتي بوغ لو ميو داكوغ او هاد العالم نسوغيت ان نسوغيت ان اتر اوترمون يعني ما يمكنش يكون العالم احسن من هاد الشكل. ملي قال هاد الحويج هو عاد سولو هذاك الاخر قال يا ودي واش كتظن بان لو باب هو لونتي كريست؟ لونتي كريست كتقال على في الحق على جوج كتقال على المقابل اللي كنسموه حنا المسيح الدجال وكتقال على ابليس. قال لي واش كتظن بان البابا هو ابليس؟ لونتي جاي من كار جو كرو كو سي لونتي كريست جو ميكسكوز اونتيا اولا دونك لونتي افاكم. دونك il répondit d'accord que qu'il le soit ou non قال لي واش البابا هو لونتي كريست؟ قال لي يكون هو لونتي كريست ولا ما يكونش انا خاصني ما ناكل. الوغ il fut insulté et chassé par l'homme dont la femme lui déversa sur la tête un seau plein. إذن الراجل ملي قال ليه هو يكون ولا ما يكونش هو يبدا يعير فيه الا انسلت وجرى عليه والمراه ديالو ملي سمعات وقال هذيك الهضره رمات عليه شي المحتوى ديال شي سطل وما قالش الكاتب ديالاش قال لك خوات عليه سطر سطل عامر وسكت داكوغ وانت ايماجيني هاد السطل باش عامر. انا باتيست لو بي ما كتنطقش ياك كتبلع. دونك انا باتيست هاد باتيزي عند النصارى اشنا هي باتيزي هي ملي كنشدو الدري كنخشو في شويه ديال الماء ونعطوه السميه هذاك الماء كيتسمى للتطهير. داكوغ دونك كاين واحد التيار في الكنيسه كيقول لك اودي ما خاصش الاخرين اللي يباتيزوك خاصك انت ملي تكبر انت اللي تختار امتى داكوغ تباتيزا امتى تمشي وتقوم بهذه العمليه داكوغ. دونك وهاد لانا باتيست اللي هنا سميتو جون مازال ما il ne s'est pas encore baptisé مازال ما مشاش
ملي كيكون ماشي باتيزي كيكون بحال باقي ما دخلش للنصرانيه داكوغ، بحال ما كيتعتبرش من المسيحيين داكوغ. وهذا الراجل اللي من هذا الشكل، هذا رجل ديال الدين اللي جرى عليه مراته وخوات عليه الصل، وهذا ما مدينش، ولكن هذا اش دار؟ هذا داه الدار اللي نيطوايا، عطاه باش يغسل، عطاه ياكل، عطاه دو فلوغان، الفلوغان هي العمله ديال هولندا، و قال لي الا بغيتي نعلمك تخدم معايا في لي مانيفاكتور ديالي الكور ديال التياب. ف قال لي لا، غادي ينطلق من بعد غادي يمشي للحوايج اخرى. دونك كونديد بونسا كو بونغلوس افي ريزون. ده هذا الراجل ملي تهلا فيه، اول حاجه زوينه وقعت الكونديد ربما ملي خرج من الشاطو، اول حاجه زوينه وقعت ليه بدا كيشكر في بونغلوس وكيمدح في بونغلوس وكيقول لي اودي عندك الصحه ودي بونغلوس داكوغ. دونك حتى هو مادام عنده هذا التيار التفاؤلي اللي كيشوف العالم احسن عالم، اول حاجه شافها زوينه، شاف 10 ديال الحوايج خايبين ولكن اول حاجه شافها زوينه هي اللي بانت لي داكوغ، وقال بانه راه عايش في احسن عالم ممكن دوك، وقال بان لا جينيروزيتي الكرم داكوغ. اذا الكرم ديال هذا الراجل نساه القسوه ديال دوك اللي سبقوه داكوغ. دوك ندوزو دابا لان بتي بوان داناليز، لو تياتر دو لا غير. شفنا بانه صور لنا الحرب كوم ان تياتر دي كونت تري بريسي، وشفنا بان هاد جوج ديال الحويجات. اذا لو تياتر دو لا غير كنستنتجو منه بانه سي كوم ان جو داكوغ. او لو تياتر دار باش نفرحو، او الحرب هادشي اللي هنا سي كلك شوز كي كوزين غران تريستيس، هادشي اللي هنا كيتسبب في حزن شديد. اذا فهنا غنفرحوا بالحزن، غنحتفلوا بمقتل 30,000 داكوغ. دونك فوايي ليدي اي ليروني دو ليدي داكوغ. دونك سي ان جو très beau à voir, très bien organisé, منظم مزيان داكوغ. وهنا العدد ديال القتلى شحال مات من واحد. هاد العدد ديال القتلى قلنا قدمونا بواحد الطريقه داكوغ بريسك نوتر، عطانا الحساب بلا ما يتدخل بلا ما يوري العواطف ديالو. هنا تحدث لينا باعجاب سيبو سيليست سي، هنا تدخل ورانا العواطف ديالو، ورانا الاعجاب ديالو، ورانا كوغ. ولكن ملي داز للقتلى التزم الحياد، راه اللي كانوا قتلوا 6000 واحد وهادو قتلوا كذا، هادو قتلوا كذا، هادو قتلوا كذا، هادو قتلوا كذا. اذا ملي كنجي نشوف هاد الصوره كيقلنا كنلقاو بانه هاد البشر اون لا ديزيومانيزي، حيدنا عليه الانسانيه ديالو داكوغ، رديناه بحال ارقام داكوغ. وحتى كاع فاش هضرنا عليهم قلنا عليهم دي كوكان كي انفيست لا تيغ داكوغ، دابا انا مخمزين سطح الارض. اذا كونكلوزيون، بالاضافه لهادشي اللي قلنا، اون سو ديليكت دي بوشري، سو ديليكتي كتستمتع بالماكله ولا كتستمتع بشي حاجه. إذن كنستمتعوا بالمجازر داكوغ، اي دي مالور دي زوتر، او من المآسي ديال الآخرين. دونك دوزيام كونكلوزيون، لا غوميز اون كاسيون دو ميور دي موند. إذن هنا هذا هي لو بوان داناليز الأساسي بغينا ندوزو ليه اليوم، لا ساتير. داكوغ لا ساتير هي النقد السلبي، هذه طريقة بلا ما يبقى يتكلم بزاف، قلنا اون ادوبتون لوبينيون دي زوتر، لو ناراتور كي
كأدوبتي لوبينيون ديال دوك الشخصيات، ولكن كأدوبتيها بواحد ليكزاجيراسيون، بواحد المبالغة اللي كتخلينا نشوفو بأنه راها غبية هذيك لي زوبينيون. كيحتاج هو يقول لنا هادشي راه غبي، هادشي راه ما إن با دو سونس، هادشي راه بشع داكوغ، ولكن كتكون باينة لينا داكوغ. فإذا كيخلي دائما لي فغي زوبينيون امبليسيت، كيبدا يقول لك المدافع قتلات 12000 واحد، وكيقول لك لي موسكي قتلوا 9000 واحد، وكيقول لك بانه لي بايونيت قتلوا الاف من كل جهه. فبلا ما كيحتاج يقول الطريقه باش قدم لنا هاد الحوايج، كنحسوا فعلا بالبشاعه ديال هاد الحرب. او عالم اللي فيه بحال هاد الحويجات ممكنش نقولوا بان هاد العالم ميمكنش يكون احسن منه، ميمكنش يتطور، وميمكنش داكور. دونك غنختم لكم عافاك المهم بهاد المساله. انا بالنسبه لنا بطبيعه الحال في الدين ديالنا ما كنعيشوش في احسن عالم ممكن، داكشي اش كيامرنا الله سبحانه وتعالى باننا نغيروا هاد الواقع. كيقول لنا راه خلقت لكم واحد الواقع فيه الخير والشر، ودرت لكم هاد الخير والشر، درت لكم امتحان باش نشوف شكون اللي غيستحق من بعد الخير الكامل اللي هو الجنه، ولا شكون اللي غيستحق الشر الكامل اللي هو جهنم. داكور، كل يمشي لبلاصتو على حساب اختياراته في الدنيا. اللي اختار يخدم الخير غيمشي للجنه يمشي للخير، واللي اختار يخدم الشر غيمشي لجهنم غيمشي للشر. الدنيا ماشي بلاصه اللي دارت باش يكون فيها غير الخير ولا يكون فيها غير الشر، ولكن ولولا دفاع الناس ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. كل ما كانش هاد الحرب ما بين الخير والشر، الارض راه غادي تفسد بواحد الشكل كبير، لانه بقى هذيك الساعه غير الشر. يا كان معكم توفيق انيميشن مور، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.